وللمزيد حول زيارة رئيس الوزراء للدوحة معنا من هناك موفد التلفزيون المصري حمادة العربي. حمادة، تطلعنا على أبرز نشاطات رئيس الوزراء اليوم وأبرز نشاطاته المرتقبة. إلهام، بعد التحية، هناك نشاط مكثف كان على مدار اليوم لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. أهم ما كان في هذا النشاط هو لقائه مع الأمير تميم بن حمد رئيس دولة قطر، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الأمير، والتأكيد من خلال هذه التحية على الروابط القوية التي تجمع الشعبين المصري والقطري، إضافة أيضا إلى لقاء رئيس مجلس الوزراء ونظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة، والتأكيد من خلال هذا اللقاء على توسعة مجالات الاستثمار ما بين البلدين. الزيارة مهمة للغاية للتأكيد على أواصر التعاون وبداية عهد جديد للعلاقات المصرية القطرية، إضافة إلى ذلك أن مصر تفتح أبواب الاستثمار بشكل كبير خلال المرحلة القادمة. يعني كان هناك إصدار للرخصة الذهبية في مجلس الوزراء المصري خلال الفترة الماضية وعدد من الشركات، الفرصة الآن متاحة أمام الشركات القطرية للدخول إلى الأسواق المصرية بقوة خلال الفترة القادمة. الحديث خلال اجتماعات اللجنة الموسعة ما بين وفدي البلدين تطرق أيضا إلى نشاط الأخوة القطريين في مصر وسعيهم إلى الدخول في التصنيع الدوائي، الفنادق، الأنشطة الإنشائية والعقارية، إضافة كذلك إلى المناطق الحرة والفنادق السياحية، وهي أنشطة قوية، أنشطة مهمة جاذبة للاستثمار بشكل كبير. لذلك نعول الفترة القادمة على وجود استثمارات قوية في هذه المجالات للأشقاء القطريين في مصر. يضاف على ذلك من خلال أجندة مجلس الوزراء أنه كان هناك توقيع اتفاقية قوية ومهمة للغاية لإزالة المشاكل الضريبية والازدواج الضريبي الذي كان يعاني منه بعض المستثمرين نتيجة لفرض ضرائب من الجهات القطرية أو فرض ضرائب من الجهات المصرية. هذا الازدواج كان عبئا ماليا على رؤوس الأموال. اليوم تم توقيع اتفاقية حضرها رئيسي وزراء البلدين، التأكيد من خلال هذه الاتفاقية على منع هذا الازدواج، منع التهرب الضريبي، أن يكون هناك تشجيع لرؤوس الأموال أجنبية للدخول إلى الأسواق المصرية وخاصة رؤوس الأموال القطرية. الزيارة مهمة أيضا لأنها تحمل بعدا مهما للدبلوماسية المصرية سواء في قطر أو في سوريا وتركيا، يعني قوة مصرية نلحظها على أرض الواقع من خلال تواجد الوفود المصرية، وأكبر هذه الوفود اليوم رئاسة مجلس الوزراء لوفد عالي المستوى يضم عدد من الوزراء المصريين والمعنيين في عدد من الجهات الحكومية المصرية. لدينا من ضمن الوفد المشارك من مصر رئيس المنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية والمناطق الحرة، إضافة أيضا إلى رئيس الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذه المناطق مهمة للغاية، جاذبة للاستثمار، وبها ملفات عديدة للمناطق الحرة التي تسعى قطر للدخول خلال الفترة القادمة فيها باستثمارات قوية لمصر خلال الفترة القادمة. نعم، أشكرك جزيل الشكر حمادة العربي، موفد التلفزيون المصري إلى العاصمة القطرية الدوحة.